حملة توعوية وفحص مجاني أطلقته وزارة الصحة للتحسيس بداء السكري خلال اليوم العالمي للسكري الذي جاء هذه السنة تحت شعار 100 سنة من اكتشاف الأنسولين. الخطر اليوم يتضاعف بسبب خطورة تعرض المصابين بداء السكري إلى فيروس كورونا. استطعنا أن نتجاوز جائحة كوفيد-19 خلال الموجات الثلاثة السابقة، وينبغي أيضاً استعداد لموجة رابعة محتملة في ظل ما يحدث في العالم، كما يمكن لهذه الوضعية أن تتفاقم وأن تعقد حالة مرضى السكري في الجزائر وفي العالم. إذن يبقى التلقيح الطريقة الأفضل للحماية من مضاعفة وباء كوفيد-19 بالنسبة لمرضى السكري وأي فئة تعاني من أمراض مزمنة. في الوقت الذي يؤكد فيه المختصون على ضرورة الالتزام بالنمط المعيشي الصحي بين النظام الغذائي وممارسة الرياضة، تبقى أرقام المصابين في ارتفاع مستمر، إذ تحصي الجزائر أزيد من 4 ملايين مريض بداء السكري. في 2017 14.4% من المواطنين اللي العمر تاعهم بين 18 و69 سنه هم مصابين بداء السكري. فيما يخص الاطفال، يعني من 0 حتى 15 سنه، نصيبوا تقريبا 180 الف مصاب بداء السكري. اما المسنين اللي اكثر من 70 سنه فهذه يمثلون يعني ثلث منهم مصابين بداء السكري، هذا ما يعطي تقريبا 4 ملايين مصابين في الجزائر بداء السكري. يبدو داء السكري مرضا صامتا، غير ان مضاعفاته الصحيه على غرار الامراض القلبيه وامراض الكلى هي اول مسبب للوفيات في العالم.